جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في قريتنا إذا ماتت المرأة أثناء وضعها لطفل يقولون بأنها ستدخل الجنة حتى وإن كانت تاركة للصلاة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. تارك الصلاة لا يدخل الجنة. قال تعالى ما قال تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني في النار. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أدل على أن تارك الصلاة يدخل سقر ولا يدخل الجنة والعياذ بالله. وأما أن المرأة إذا ماتت في الولادة أنها تكون من أهل الجنة، قد جاء في الحديث أنها تكون شهيدة. إذا ماتت المرأة في ولادتها تكون شهيدة من جملة الشهداء، وهذا إذا كانت محافظة على الصلاة. نعم.